الدكتورة نبيلة مكرم اللي أعلنت بأنها تم الانتهاء من إجراءات دفن المواطن المصري اللي احنا اتكلمنا عنه امبارح، ان هو كمان السلطات السعودية قبضت على 4 من السعوديين متهمين بدهس هذا المواطن، وانه الوزارة قامت او مندوب الوزارة واتحاد المصريين في الخارج كان حاضر هذه الإجراءات، وأكدت بأن هي بتبحث مع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف معاش شهري لأسرة هذا أو هذه الضحية اللي قتل دهسا بمدينة الرياض، لأن هو كان عائل لأسرته. شايف إزاي هذا التحرك؟ يعني واضح أن دكتورة نبيرة مكرم من يوم ما جت وهي بتحاول تعمل فرق فيما يخص المصريين بالخارج. لا تعليق، لا تعليق، صح؟